التقسيم الانتخابي لمحافظة نينوى ترك أصداء شعبية رافضة بعد أن أعدوه محاولة لدعم مصالح الأحزاب، حيث يرى المواطن أن تقسيم الدوائر الانتخابية تم بشكل غير متزن بناء على رؤية الأحزاب لضمان تدوير الوجوه والحفاظ على جمهورها. توزيع الدوائر الانتخابية في نينوى يثير حالة من الاستغراب بعد تقسيمها بصورة غير منتظمة إلى 8 وحدات، خصوصا بدمج أحياء من داخل مدينة الموصل مع أقضية ونواح تبعد عن مركز المدينة عشرات الكيلومترات، ليثار الجدل حول الطريقة التي تم اعتمادها في هذا التقسيم. اللي نقل مركز انتخاب المامون على غير منطقة خاصة جنوب الموصل، الهدف منها تشتيت أصوات الداخل، الاستفادة منها في مركز جنوب الموصل. هناك أحزاب سياسية متنفذة لها تأثير في الحكومة العراقية، خاصة عن طريق تشتيت أصواتهم والاستفادة منها في مركز جنوب الموصل. وما تسعى له الكتل السياسية بحسب مراقبين، فإن هذا التقسيم الانتخابي بطريقة معقدة للدوائر يصب بمصلحتها للحفاظ على مكتسباتها السياسية بعد أن خسرت قاعدتها الجماهيرية وإحكام قبضتها في المناطق التي تبسط سيطرتها عليها بشكل كامل، سيسهل من مهمتها. طريقة رسم الدوائر أشارت إلى كثير من الشكوك حول طريقة الترسيم، ضمنت حصة معينة لأطراف سياسية معينة وأيضا ضمنت حصص أخرى، بقيت هناك مناطق متموجة أو سائلة داخل هذه الدوائر الانتخابية. أبرز هذه المناطق هي الحدود البلدية لمدينة الموصل. سباق الأحزاب في مضمار التنافس الانتخابي في نينوى يختلف عن المحافظات الأخرى، كونها تحتل المرتبة الثانية بعد العاصمة بغداد بعدد المقاعد في مجلس النواب، فضلا عن تشتت إدارتها السياسية وتشظيها الذي جعل منها هدف الكتل التي قسمت دوائرها بحسب أهوائها. بهذا التقسيم الجديد استطاع أخوة يوسف أن ينقضوا على أخيهم الصغير الذي يحاول النهوض من واقعه. مدينة الموصل اليوم قسمت وفق التصويت على قانون الانتخابات إلى أربع دوائر لمدينة الموصل لوحدها، وتم ربط قضائي البعاج والحضر إلى جانب هذه المدينة التي تنتظر أن يكون لها ممثلين حقيقيين في العاصمة العراقية بغداد. لكن اليوم أهواء وغايات الكتل السياسية كانت فوق إرادة المواطن الموصلي، ولم تتغير كثيرا سياسة الكتل والأحزاب في هيمنتها المناطقية بين الدائرة الواحدة عن الدوائر المتعددة وتحشيدها الإعلامي والسياسي الممنهج مع كل مرحلة تسبق الانتخابات. بدأت تنشط بشكل واضح، وأبرز تلك النشاطات هي اللعب بورقة القومية والديانة وحتى العشائرية، والتي عادة ما تأتي بنتائج تخدم تلك الأحزاب. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.